الطفيلة، أين كانت وأين أصبحت هذه المحافظة بعد مرور عام عن مشروع اللامركزية؟ مشروع أفرز 9 مجالس محلية موزعة على 4 بلديات. وضع جامعة الطفيلة من أسوأ لأسوأ. الطفيلة فيها امتحان، الطفيلة فيها فقر، الطفيلة فيها بطالة مدقعي. يا الموازنة بتيجي بالتاخر، تقعد شهرين ثلاثة ومتبطلين بالعطاء. في هذه الحلقة الجديدة وهذه المرة من محافظة الطفيلة.